هكذا يتم تعقيم الموظفين الداخلين والخارجين من هذا المستشفى، حيث يوجد مبنى العزل لمعالجة المصابين بمرض جدر القردة في السودان. فالحالات بدأت تكثر يوماً بعد يوم ووصلت إلى العاصمة الخرطوم، لكن معظم الحالات تتركز في المدن الحدودية، خاصة في إقليم دارفور المتاخم لدولتي تشاد وإفريقيا الوسطى. 4 من الحالات مسجلة في غرب دارفور، اللي هو بدأت منها الحالتين الأوائل في الكلينيك، بعد كده سجلت الجنينة وسيربا، بقوا 4 حالات موجودة في غرب دارفور. وعندنا حالة الآن في شمال دارفور مسجلة، وحالة بنفس الطريقة في كسلة، وحالة في الخرطوم. الآن عندنا حالة واحدة في الخرطوم، عندنا اشتباه حالات. يحذر مراقبون من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية منعاً لتفشي المرض، والذي سيمثل انتشاره عبئاً إضافياً على النظام الصحي في قطاع يواجه بالفعل الكثير من التحديات في هذا البلد. العبء الذي يمكن أن يلقيه هذا المرض انتشار بصورة كبيرة على النظام الصحي في السودان، وزي ما معروف أن النظام الصحي يعاني من كثير من التحديات الموجودة، وبالتالي هذا يصبح رهق إضافي بالنسبة لهذا النظام. لكن وجود هذه الاحترازات وتطبيقها يظل من المسؤوليات الكبيرة التي يجب أن تطلع بها وزارة الصحة الاتحادية ووزارات الصحة في الولايات. المسؤولون في وزارة الصحة يعتبرون أن هناك عقبات أمام الحد من حالات جدر القردة، إحداها صعوبة مراقبة الحدود المفتوحة على دول الجوار. هذا فيما يعاني النظام الصحي في السودان من تدني نسبة التمويل الحكومي، وبالتالي تدهور الأوضاع في المستشفيات وتهالك سيارات الإسعاف والمرافق الصحية.